وهو تكلفات الرئيس لحضرتك. أيوه. عشان نستوعب 14 مليون مصري في الخارج، ما بين عمالة وما بين عقول مهاجرة في الخارج وما بين ناس مصريين في أعلى المناصب. التكليفات، عدد من التكليفات، أهمهم أن المواطن المصري هو قلب عملية التنمية في أي مكان، سواء كان في الخارج أم في الداخل. المواطن المصري يتعين عليه أن هو يشعر بقوة الدولة، يشعر بأن هذه الدولة سنداً له في أي مكان كان. المواطن المصري يتعين أن يكون متصلاً بدولته. المواطن المصري هو سفيراً لمصر في الخارج. صحيح. كل حضرتك هذه الأمور الخاصة بمصلحة المصري، تذليل تحدياته، التواصل معاه بشكل دائم ومستمر، تنفيذ التوصيات والخدمات والطلبات اللي هو طلبها، كل هذه تحولت إلى المزيد من التكليفات، تحولت إلى مبادرات، تحولت إلى استراتيجية عمل متكاملة. الحفاظ عليهم، الحفاظ عليهم، الأزمات. طبعا فندم، أنا عايز أقول حاجة بس، دي شهادة حق أن الدولة المصرية بذلت جهود كبيرة جدا عشان نسترد أولادنا وعائلات كبيرة جدا مصرية من كثير من الدول العالم اللي فيها أزمات وفيها حروب وفيها قصف. في عز الأزمات، أنا طبعا شفت يعني التبعات الخاصة بأزمة أوكرانيا، ودخلت عليها أزمة روسيا، دخلنا عليها أزمة السودان، دخلت علينا الأزمة غزة. في غزة، وربنا يعفي عن كل هذه الدول يا رب كده، وأهلنا في غزة وفي السودان ربنا يكرمهم. وأهم حاجة كانت بالنسبة لي أنا هي المصريون في هذه الأماكن، رجعناهم كلهم الحمد لله يا ربي، ألف حمد وشكر ليك يا رب. استطعنا بالتكاتف، إحنا مش بس كده، مش بس الهجرة اشتغلت من أول ثانية على هذا الدولة. كل أجهزة الدولة اشتغلت مع بعض، إحنا اشتغلنا على إن إحنا نتواصل مع هذا، ودي الحقيقة كانت برضو قصة نجاح ما أقدرش أنكرها للمركز المصري لشباب الدارسين في الخارج. الولاد أنا دايما عندي بختار منهم بعض العناصر المتميزة وبعملهم سفراء لوزارة الهجرة وللمركز في الأماكن اللي هم بيدرسوا فيها. كان منهم أبنائنا اللي موجودين في السودان، قدروا الشباب في المركز إن هم يعملوا مدونة إلكترونية مرروها على كل الطلبة في خلال 48 ساعة. كان عندي فوق 10,000 اسم طالبة وطالب، أنا طلبت إن أنا أعرف كل ولد وبنت فين. الأمر ده قررناه في فلسطين، قررناه في ليبيا. إحنا بنكرر هذا الأمر في أي نزاع، في أي ظروف غير طبيعية، مادام في مصريين يبقى الدولة في ظهرهم والدولة هتجيبهم.